تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوه انت اللي هتقول ازاي بتقولوا عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. حبيبي عيني أوامر، اعتبره حصل يا باشا. لا تقلق بأداء سينمائي هادي كده، ده نموذج لبعض الكلمات اللي بسببها فقدوا بعض الناس الثقة في العامل والصنايعي والمهني من كتر تكرارها بدون تنفيذ. وقبل ما تقولي انت عايزانا نكلم الناس وحش وبعدين ترجعوا تزعلوا، هقولك لا، عاوز أكلمك النهاردة عن الأفوارة في الوعود في الشغل. مراحب في شغل عادي. قصة أشهر كيس بلح في السينما المصرية في فيلم كراكون في الشارع لعادل إمام، فاكرينه؟ خدوه ليه؟ مش كده؟ أعتقد أنه الصورة دي والفكرة دي ممكن تلخص كل اللي عاوزة أتكلم عنه في القصة النهاردة. القصة اللي ما يعرفهاش وأعتقد أن معظمنا يعرفها، تحكي عن راجل ومراته راحوا يحجزوا شقة في برج عند راجل شكله صالح كده وتقي. والقصة بتحكي انه طبعا خد بكل الفلوس اللي دفعها كيس بلح، واللي احنا متاكدين منه ان اكيد كلنا في مرحله ما من حياتنا حصلت معانا الحركه دي، كيس البلح. كلنا عدى علينا شخص رسم لنا صوره ورديه ووعدنا بوعود كثيره جدا، وتخيلنا بناء على الوعود دي اننا هنعمل خطط. بالمناسبه واحده من المجالات اللي بيحصل فيها ده كتير جدا هي القطاعات العمليه والشغل. لما حد يقولك كده ببساطة يعني سيب شغلك وتعالى اشتغل معايا، حصلت عند حد فيكم؟ حد أخد كيس بلح في حياته؟ تحكولنا؟ طب احكولي. أنا كنت شغال في مطعم، فقعدت حوالي 25 يوم، فصاحبي جاب لي مطعم تاني قال لي نبقى مع بعض وكده ونفس السعر برضه، فروحت معاه وكده. المهم قعدت يومين وطردوني، فما استفدتش أي حاجة. وعشان أنا سبت المطعم اللي كنت فيه ورحت معاه. صح، قال لك تعالى معايا واداك وعد عظيم ان الدنيا ورديه. حد حصل معاه كده تاني؟ ساعة كورونا في 2020 طبعا ما كانش في اي شغل، ولما الدنيا بدات تفك شويه شفت اعلان شغل ورحت، والشغل اللي هو بقى ايه، هتدفع الديبوزيت دلوقتي ومش عارف ايه، رسوم استماره وانترفيو تدفع عشان تشتغل؟ وما فيش شهرين ثلاثه وهنرقيك والكلام ده كله. اول شهر اشتغلته المفروض ان انا بعلن، يعني انا عامل زي ايه، زي مكتب توظيف مثلا، فانا اللي بقول الشغل للناس والكلام ده كله. لقيت الناس داخله بتتكلم، اللي راح الشغل ده بيتصل بيا يهزقني ويشتمني والكلام ده كله. وفي الاخر رايح بقى يعني بتكلم خلاص، انا قعدت شهرين، فانا ما كنتش ابطل اخد اقضي نص شهر حتى اي حاجه ماشي بيها نفسي، مفيش. تاني يوم جيت اروح لهم تاني، قالوا لي عدى عليا بكره. تاني يوم جيت اروح لهم تاني ما لقيتش المكتب موجود خالص. انت عارف يا عبد الرحمن ان الثلاث حاجات اللي انت قلتهم دول، ارجع بقى شوف حلقه مكتب التوظيف احنا قلناهم بالظبط. بتفرج بس على البرنامج. دي ثلاث كذبات معروفين وانه ناس بتضحك عليهم في الحاجات اللي زي دي. انا بشكرك انك قلت، بس يعني حاسه بيك. فكره انه حد يقول لي اشتغل معايا ويوعدني بالشغل وبظروف كويسه، لكن ما يا جماعه ما تسمحوش بفكره ان انا اشتغل من غير مقابل، دي حاجه صعبه جدا. لكن على كل حال في قاعدة مهمة جدا اسمها ان انا ما بنيش خطط على احلام الاخرين. لو هعمل خطة لحياتي لازم يكون في واقع قدامها. مشكلة اعمق حبتين، احنا عندنا سلوكيات متطرفة العامية المصرية لقيت لها حل وسميتها الافوارة. احنا بنبالغ في كل حاجة، يعني اللسان الحلو ان انا بكلم الناس بكلام لطيف وبوعدهم بحاجات حلوة او بطمنهم، يعني ظبطته مش انه يكذب لكن انه يبقى لسان مرحب ومنضبط يعني. لكن مش معناها ابدا انك تكون مدلس وكذاب، تريح الزبون مش معناها كده.
والعكس تماما، لما تروح تاخد خدمة وحشة جدا، المعاملة الوحشة جدا والتعالي على لقمة العيش اللي بعض الناس بتعملها برضو بدافع الأفوار، ممكن بعدها تتوقع يعني إزاي إن يجيلك خير وإنت بتقدم الأداء ده. الحاجة الغريبة بقى في الأفوارة والناس اللي بتوعد من غير ما توفي إنه مش بيحترم ذكاء الآخرين. لازم تعرف وإنت بتقدم وعد بخدمة أو بحاجة أو بإنك شاطر قوي وأجمد واحد في الموضوع ده، لازم تعرف إنك بتتعامل مع شخص ليه سابقة خبرات في الحياة، وإنه غالباً اتعامل مع حد في نفس مجالك، وغالباً عنده انطباع مسبق عن كل الناس اللي شبهك. فخلي بالك، في قاعدة لذيذة جداً، ولأننا النهاردة بنتكلم عن المبرمجين فالمبرمجين كمان بيستخدموها، إنها اوعد أقل وسلم أكتر. دي حاجة ممكن تساعد جداً في إنك تبني سمعة كويسة. ببساطة جداً، بدل ما أبتدي أجامل وأقول كلام كبير عن وعود أنا نفسي أعملها، خلينا نفترض سلامة النية، نوعد وعود أقل لكن وقت ما نقدم الخدمة أو النتيجة نقدم حاجات أكتر. أنا عندي النهاردة بس ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إحنا ليه بنعمل كده؟ وليه لازم نوعد أقل؟ وليه لازم نسلم أكتر من اللي وعدنا بيه؟ الأفوارة سببها زي ما اتفقنا أحياناً نية طيبة وعدم قصد، وأحياناً محاولة غير مدروسة إن أنا أكسب ثقة الناس، لكن الأغلب سببها عدم ثقة أصلاً باللي مطلوب مني، أنا مش عارف، فعشان كده أنا بوعد وخلاص. ليه لازم نوعد أقل؟ عشان حاجة اسمها سقف التوقعات منك. لما بقنع اللي قدامي بقدر أعمل 10 حاجات، هو بيتوقع مني 10 حاجات، ففي الغالب لو أنت عملت 8 أنت عملت كويس بالمناسبة، بس المرة الجاية مش هتتصدق. اوعد أقل عشان تتصدق وعشان تبقى منطقي، اوعد أقل عشان تلتزم بالقليل اللي أنت وعدت بيه. والسؤال الثالث بقى، ليه لازم نسلم أكتر؟ شاركوني، يعني ليه لازم لو أنا وعدتك إن أنا هلتزم في الشغل مثلاً، لو أنا بشتغل في المبيعات وهجيب لك 5 عملاء، ليه لازم أحاول قد ما أقدر إن أنا أجيب 6؟ اشمعنى؟ مصداقية. حلو، مصداقية طبعاً. وإيه كمان؟ يعني أكسب ثقة. طبعاً أنا عملت دوري وزيادة كمان. أنا هنا عملت حاجة جميلة جداً اسمها بناء السمعة. أنا عملت صورة ذهنية أو سمعة عن نفسي إن أنا بنفذ أكتر من المطلوب. وفي قاعدة في الحياة كده اسمها لما تشتغل مع حد لازم تعمل حاجة اسمها الواو إيفكت، الحتة الزيادة دي. يعني أنا مطلوب مني أعمل 1 و2، لو عملت 3 فاللي قدامي هينبهر، هينبسط. ولأنه في مبدأ في الحياة اسمه اللي بيزرع بالشح بالشح بيحصد، يعني اللي بيزرع بالقليل بيحصد بالقليل، واللي يزرع بكرم بيحصد بكرم. فبالتالي لما بدي أكتر أنا باخد أكتر من غير ما أحسبها ولا أفكر فيها. ولأنه كمان الأفعال بتتحدث بصوت أعلى من الكلمات، بيقولوها كده دايما. ودي أكتر لأنك لما بتدي أنت مش بس كسبت في الشغل، أنت كسبت في العلاقات، والعلاقات طول الوقت أهم بكتير من الشغل. أخيراً بقى، خطورة الأفوارة لما بتبقى حالة عامة في بلد ما مثلاً، فبيحصل إنه ناس بتفقد الثقة في القطاع ده كله. يعني لو قلت مثلاً إن كل اللي بيشتغلوا، وطبعاً مش قصدي كده، في المبيعات بيبالغوا، فأنا هعمل إيه؟ أي حد هيبيع لي حاجة هبقى شاكك فيه، بفقد الثقة في القطاع، في المؤسسة. عموماً المهنة اللي هنتكلم عنها بعد دقايق هي كمان بتعاني من الحالة دي، إنه ناس بتوعد كتير لكن عندهم تحديات كتيرة جداً في إنهم يقدروا يسلموا أكتر. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. لو بتشوف فيلم عن واحد مهتم بالكمبيوتر والبرمجة، فالصورة اللي هتلاقيها متصدرة عنه هي انه لابس نظارة ومسرح شعره على جنب وتقيل شوية في تعاملاته مع الناس. على الرغم ان الشخص ده عادي جدا، مش شرط يبقى عجيب كده، الراجل ده مخه مصحصح لدرجة انه اختار ان شغله يكون بلغة ما فيهاش غير حاجتين، هي 0 و1. وياريت القصة وقفت لحد هنا، الموضوع اتطور عن كده بكتير. علماء الهندسة الحيوية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ابتكروا لغة برمجة للخلايا الحية، ودي بتساعدهم على تصميم حاجة شبه الدوائر الكهربية بحيث تدي إشارات لإجراء وظائف محددة للخلايا الحية. وباستخدام لغة البرمجة دي ممكن لأي شخص كتابة برنامج بالخصائص اللي عايزها
علشان تستجيب الخلايا بصورة معينة لمحفز معين أو تتصرف بصورة ما. ولغة البرمجة هتعمل تسلسل الحمض النووي المناسب للغرض ده ويتم وضعه في الخلية. ببساطة هنحسن من الخلايا ونطور من أدائها. مش محتاجة أقولك إن في مناقشات قوية جدا على صلاحية الموضوع من عدمه، لكن هو موجود حوالينا. الغريب في لغة البرمجة دي إنها مش بتتطلب معرفة خاصة بالهندسة الوراثية للتعامل معها، اللي بالمناسبة حاليا مخصصة للتعامل مع البكتيريا، وبيشتغل العلماء بناء على شغل المبرمجين علشان يقدروا يسيطروا على كل أنواع البكتيريا اللي في الدنيا من خلال اللغة دي. وعلشان محدش يسرح، احنا مش هنستغنى عن الطبيب، ولكن وجود المبرمج في حياتنا أصبح ضروري جدا لصحتنا، مش الأجهزة يعني. زي ما سمعنا وشفنا حالا، البرمجيات والبرمجة بتدخل في كل القطاعات الطبية والصحية والهندسية. عشان كده لما بنقول ان البرمجة هي نص الحاضر وكل المستقبل، احنا مش بنبالغ. تعالوا نروح نقابل واحد من كبارات شغلانة البرمجة. المعلومة كنز، لكن إدارة المعلومة هي الثروة الحقيقية. هو أحد رموز نظم البيانات والتدرج في مشوار العمل في مجال البرمجيات تقريباً في كل التخصصات. يدرك ويقدر ويتفهم قيمة الوقت والمعلومة في المساعدة ودعم اتخاذ القرار. مهندس باسل مبارك، مدير عام شركة أوراكل إيجيبت. مبسوطين جدا انه حضرتك منورنا في شغل عالي. ده حضراتكم اللي منورينا، وده شرف لينا ان انتوا تشرفونا في المكتب هنا في اوراكل. واتمنى ان انا ابقى ضيف خفيف على الساده المشاهدين أكيد. بتوع برنامج حضرتك. احنا متاكدين رغم ان الموضوع صعب وتقيل ومش كل الناس فاميليير بيه او مدركين فكره المهنه دي او شغلانه البرمجه والعالم الرقمي الكبير الواسع، إلا أننا مدركين أنه العالم ده ليه قادة بدأوا فيه من سنين طويلة. أنا نفسي أسأل حضرتك عن مشوار القيادة بقى اللي بدأ من كم سنة بقى؟ مش عايزة كبارك يعني. لا يعني هو بدأ من سنة 88. ده كان أول بدايتي في العمل في المجال في مجال الاي تي يعني، أو الانفورميشن تكنولوجي. واستمر لمدة 8 سنين في شركة الجيزة للأنظمة لحد سنة 96، وبعدين من سنة 96 اتنقلت لأوراكل. أوراكل إيجيبت. ومن ساعتها بقى، من سنة 96 لحد النهاردة، وأنا موجود في أوراكل وبتشرف إن أنا موجود في أوراكل طبعا. بس حضرتك بدأت في مجال المبيعات ثم التسويق، صح كده؟ مظبوط. إزاي المجالين دول، أنا شخصياً من خلال لقاءاتي مع كتير من القادة بلاقيهم عامل مشترك في كل الناس اللي في الآخر بقوا في مواقع قيادية؟ مظبوط. اشمعنى؟ أقول لحضرتي، هو البداية دايماً بتبقى فيها تحدي. إنه أنا مهندس واتخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وبعدين لما جيت ألتحق بالعمل يعني في شركة الجيزة، كانت الاختيارات مختلفة بين ان انا اشتغل في مجال البرمجة او السوفت وير يعني، او ان انا اشتغل في مجال المبيعات والتسويق. في الوقت ده كان الفكرة انه يعني مش المفروض ان انت تشتغل في مجال المبيعات والتسويق. مش وقتها ده. دلوقتي لو قلت حضرتك لأي حد اشتغل تسويق هيقول يا وتارجت وناس تضايقني يعني. فكرة الثقة للمجهود ده، وحضرتك عندك مهارة تانية تقنية. مظبوط. وهو هنا بقى كان التحدي. يعني ده كان التحدي اللي انا اخدته على نفسي في الوقت ده، انه زي ما حضرتك قلتي كده، ان في اهداف وفي تارجتس وفي كي بي ايز مختلفه، مؤشرات اداء مختلفه. ما حدش بيعرف يترجمها دي، انا ما بعرفش اترجمها برضه. صعبه ومسؤوليات كبيره وبتتطلب عمل مستمر وجهد جامد جدا، بالاضافه طبعا للجزء الفني، لانه ده كان مجال المبيعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مش في اي مجال. فده كان بيتطلب انك تفضل مواكب ومحافظ
على المهارة الفنية بتاعتك بالإضافة للتحدي الجديد ليك إنك تدخل مجال المبيعات والتسويق. والحقيقة برضو إحنا يعني ما أقدرش أقول إن أنا عملت كده من نفسي قوي، إنما كان في برضو نصايح لأساتذتي اللي أكبر مني، أذكر منهم يعني المهندس عيل بشير والمهندس طارق أباظة الله يرحمه. دول كانوا أساتذتنا اللي علمونا الشغل في الوقت ده في الجيزة للأنظمة. وبعدين لما اتنقلت الأوراكل بقى كان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق كان هو مدير الشركة في الوقت ده. كانت نصيحتهم أنه لا اشتغل سيلز 100%. إيه الخبرة اللي حضرتك أخدتها من مجال المبيعات ساعدتك كمان تاني في مجال إدارة المعلومات؟ أساساً هي القدرة على الإدارة وإنك تدير المواقف المختلفة وتدير العلاقات اللي ما بينك وما بين العملاء بتوعك وما بينك وما بين زملائك في العمل وما بينك وما بين التيمز المختلفة اللي بتتعاون معاك وانت بتتعاون معاها عشان تقدروا تحققوا وتوصلوا للأهداف اللي انتوا عاوزين توصلوا لها. موضوع صعب وموضوع، وخاصة لما يبقى فيه جزء مهم فني بتزداد صعوبته، لكن في النهاية النتائج والمردود بتبقى مرضية والإنسان بيحس فعلا أنه حقق حاجة كويسة خدم بيها العملاء بتوعه وفي نفس الوقت خدم بيها المكان اللي هو بيشتغل فيه. دايما يقولوا كده أنه المبيعات أو السيلز هي جزء كده من المبالغة، خليني أقول مبالغة وخصوصا في مجال زي البرمجيات مثلا. حضرتك بتبيع لي حاجة أنا غالباً مش فاهمها مش عارفها، أيوة. فعندك مساحة كبيرة قوي المبالغة. أيوة. وزنتوها إزاي أو إزاي الواحد حافظ على الانتجريتي والقيم بتاعة المهنة؟ ما إحنا في الآخر برضو بنبني سمعة شركة طبعًا. وسمعة شخصية طبعاً الاثنين لناس كتير بقى بتشتغل في السوق ده وفي المجال طبعًا. ده أنا بشوف إن ده تحدي حقيقي النهاردة. مظبوط، ومن أهم الحاجات اللي احنا بنركز عليها مع الزملاء والموظفين اللي في الشركة، مهم جدا الالتزام بالمعايير دي الأخلاقية في أثناء أداية العمل. وزي ما بقول لحضرتك احنا مهتمين جدا 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 بهذا لكل الوظائف ان هي تبقى على وعي كامل بهذا، لانه واحنا ما عندناش اي مشكلة انه ما فيش بيزنس يحصل او انه يعني نضحي باي نخسر بيزنس لكن بنكسب سمعه واسم واحترام. بالظبط، مقابل ان احنا نحافظ على الانتجريتي. بالمناسبه انا عايزه اقف هنا لانه ده على المدى الطويل بيكسب اكتر. طبعا 100%، لان حضرتك في النهايه التعامل ما بين الناس وما بين بعضها زي ما بيقولوا people buy from people، يعني الناس بتتعامل مع ناس في البيزنس. فلو انا عندي سمعه كشركه وعندي سمعه كشخص انه سمعه طيبه ومعروف انه الالتزام بالمعايير الاخلاقيه في العمل بيتحقق في الشركه دي، بالتاكيد الناس هتحب كلها انها تتعامل معاه. ايه الاربع حاجات اللي حضرتك تقول كانوا سبب حقيقي في نجاح حضرتك والشركه بالتبعيه وبتحاول تطبقهم على نطاقات اوسع؟ اقول لحضرتك اول حاجه تيجي في ذهني الاصرار، ده من اهم الحاجات اللي لازم تتوافر في الشخص عشان ينجح. الحاجه الثانيه التعاون. ودي يمكن فيها مشكله شويه، انه الناس تتعاون باخلاص في العمل، واعتقد ان ده احنا محتاجينه في كل مكان، لان ده لو حصل بالتاكيد بياخد الشركه وبياخد الهيئه او المؤسسه لمكان تاني خالص وتطور تاني خالص في عملها. ليه نفس ما بيتكرر يعني ما يحدث من يعني تجريف مثلا؟ دايما نقول كده في الطب الدكاتره الشاطرين بيمشوا، هل ده بيحصل في عالم البرمجيات والديتا وازاي نقدر نحافظ عليهم؟ انت حضرتك لو بصيتي لمنطقه الخليج العربي كلها شبابنا، السعوديه ما شاء الله الشباب المصري هناك كسر الدنيا، مكتسح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طب عايزينهم معانا نعمل ايه؟ ما انا هقول لحضرتك هنعمل ايه في المناصب الصغيره والكبيره كمان. احنا عندنا المواهب المصريه في مجال الاي تي والكوميونيكيشنز على مستوى المنطقه مكتسحين اكتساح تام ومتفوقين جدا، وعلى فكره دي حاجه مش وحشه. ده نوع من التصدير.
الناس هتقول ايه؟ طب ما احنا ما بنستفدش بيهم هنا. لا احنا دورنا نطلع غيرهم. يعني حضرتك مطمن شايف انه ما فيش خطر؟ انا بس يعني القلق المشروع هقول كده، القلق المشروع اللي عندي انه احنا ما نبقاش قادرين على ان احنا نفرخ بنفس السرعه اللي هم بيسافروا بيها. لكن طبعا وزاره الاتصالات وهيئه تنميه التكنولوجيا المعلومات والاتصالات ايتيدا والاي تي اي المعهد التابع يعني للوزاره عاملين مجهود جبار في في الموضوع ده، وفي وفي التدريب حاضنات اعمال وحاضنات تدريب وانيشيتيفز الستارت ابس او الشركات الناشئه وانيشيتيفز او المبادرات التدريب المختلفه من الوزاره ومن الهيئات اللي تابعه ليها. لا الحقيقه عاملين شغل ممتاز، وبرده الشركات المالتي ناشونالز بتعمل برامج مع الوزاره ومع الهيئات المختلفه، وبتعمل برامج مع الجامعات كمان، وبنعمل برامج مع المدارس كمان، بحيث ان احنا دايما ننمي ونطور ونجهز الشباب المصري للعمل في المجال ده. طبعا طبعا. واحنا بنتكلم عن مصر والمواهب والامكانات البشريه في مصر، احنا كمان عندنا سؤال كبير قوي. من 4-5 سنين كده بدانا في الاهتمام، احنا بنسمع كلمه الحكومه الذكيه دي من 10 سنين او اكتر، لكن من 4-5 سنين بدانا نشوفها حقيقه. يعني بدانا نشوف المؤسسات الحكوميه بتحاول تتاقلم تغير. الى اي مدى؟ مش عايزه اقول بقى انه تقييم، لكن مهم قوي نعرف احنا وقفنا فين، جمعنا الداتا ولا استخدمناها مظبوط، وايه الفرق بين الاثنين؟ الحقيقه ابتداء من 2015 لما سياده الرئيس شرفنا بافتتاح اول مؤتمر لكايرو اي سي تي، ومن اللحظه دي احنا حسينا كمجتمع الاي تي انه القياده السياسيه حاطه الموضوع بتاع التحول الرقمي كاولويه للمجتمع واولويه للحكومه. ومن التاريخ ده من 2015-2016 ابتدى فعلا يحصل تطور قوي جدا في مختلف الجهات الحكومية. الحاجة الأولانية الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، ازاي هي بتسهل دلوقتي طريقة تقديم الخدمات دي بطريقة إلكترونية أو بطريقة رقمية. وحضرتك طبعا والناس كلها تقدر تحس بالفرق اللي موجود دلوقتي وما بين كانت الخدمات دي زمان. المسار الثاني والأكثر أهمية وإن كان ده الناس ما بتحسش بيه، الشعب يعني ما بيحسش بيه قوي، لكن هو طبعا مهم جدا. هو 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 أنا بعمل ليه التحول الرقمي؟ أنا بعمل التحول الرقمي عشان الكفاءة بمنتهى البساطة. يعني إذا سمحتي لي يعني أشرح الموضوع ده، هو التحول الرقمي في حد ذاته ما هوش هدف. هو الهدف ان انا بعمل التحول الرقمي عشان ادير الاعمال بكفاءة، تزيد كفاءة الخدمة او تزيد كفاءة سلاسة كل حاجة. انا الداتا او البيانات اللي انا بجمعها لو انا استفدت بيها وعرفت ازاي احللها واتخذ قراراتي بناء على داتا صحيحة محدثة تساعدني في ان انا اخد القرارات الكبيرة بشكل كفء وسريع، هو ده يبقى انا حققت اعظم حاجة من التحول الرقمي. وده فعلا جهات كتيرة النهاردة في الحكومة بتستخدمه. ويمكن هدي لحضرتك بعض الأمثلة، مثلا مكاتب التوثيق والشهر العقاري، بعض الأمثلة وزارة التموين. عندي سؤال في الحتة. اتفضل. أنا بحب الخدمة دي جدا وأنا من أكتر المشجعين ليها، بحبها جدا، لكن لما نلاقي أنه أحيانا بتبقى فيها مشكلة سيرفر ايرور والقصص التقنية دي، نحن كتير نروح يقول يا جماعة والدولة ما عرفتش تعمل موضوع الآخر ده بسبب زيادة الضغط على الخدمة دي. طبعا. هل يمكن حله؟ هل يمكن زيادة كفاءته؟ طبعا. يعني واحنا بنتكلم دلوقتي احنا فعلا بنحدث وبنطور السيستم بتاع انتوا مسؤولين عنها. احنا انا جاي اشتكي لك يعني النهارده. احنا بنشارك بالمناسبه كمان، يعني ايه البيج داتا يا باشمهندس؟
البيج ديتا خليني اقول لحضرتك باختصار كده هي ايه وانا بستفيد منها ازاي. البيج ديتا ان انا بجمع بيانات لكل الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. اي حاجه انا بعملها، لو انا بتكلم عن مؤسسه او بتكلم عن شركه او هيئه او اي حاجه، انا بجمع بياناتي لكل حاجه انا بعملها بسجلها. بسجل البيانات دي عندي، وبعد ما بسجلها بيبقى عندي كم مهول من البيانات. انا البيانات دي بعد ما بجمعها انا كانسان عادي ما اقدرش اشوف العلاقات اللي بتربط البيانات دي ببعضها بشكل كامل ومتكامل. انا ببقى عارف الاوتلاينز او الخطوط العريضه، الخطوط العريضه اللي بتربط البيانات ما بين البيانات دي وما بين بعضها. البيج ديتا بتساعدني ان انا اتعامل مع هذا الكم المهول من البيانات واخلق واتعرف على العلاقات اللي بتربط الـ 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 البيانات دي ببعضها، بحيث انها تطلع لي مقترحات اقدر انا استخدمها بحيث ان انا احسن بيها برضو كفاءة العمل بتاعي واحسن واوصل بيها للاهداف اللي انا عايزها. انا هدي لحضرتك مثال عشان ابسط الموضوع خالص للسادة المشاهدين. زي سوبر ماركت مثلا، اكتشفوا انه لما بيحطوا مثلا جنب معجون السنان على الرف مثلا فرشة شعر، المبيعات بتاعت فرش الشعر بتتضرب في ثلاثة لو حطوها بعيد عن معجون السنان. طب ايه العلاقة بين معجون السنان وفرشة الشعر؟ مفيش علاقة خالص. احنا كبني ادمين يعني مش شايفين، نكتشف مش شايفين ان في علاقة. البيج ديتا تكتشف إن اكتشفت انه لو حضرتك حطيت معجون السنان جنب فرشة الشعر مبيعات فرشة الشعر هتزداد 3 مرات. عشان معجون السنان بشتريه اكتر بالظبط. فالناس بتشوف بفتكر الايتم اللي انا ناسيه. ده بيدي الانطباع او الاحساس عن ان انا ازاي اوجد علاقة بين البيانات اللي عندي واستخدم العلاقات اللي انا اوجدتها دي مع تحليل البيانات اللي عندي ان انا اخد قرارات تساعدني ان انا اوصل للاهداف بتاعتي باقصر واكفى شكل ممكن انا اقدر اوصل. خبرة سنين طويلة في مجال التكنولوجيا المعلومات، ايه احلامك لمصر الفترة اللي جاية؟ شايف ايه الفرص اللي عندنا اللي ممكن نستغلها بشكل افضل؟ انا شايف انه البرنامج بتاع التحول الرقمي اللي موجود حاليا في الحكومة المصرية، لو قدرنا ان شاء الله هنقدر ان احنا نكمله ونسرع بيه ونطوره على مدار الوقت، ده هيخلي حياة الناس يعني تتحسن جدا في كافة ربوع مصر، ودي حاجة تهمني أنا شخصيا جدا وتهم كل الناس طبعا، لأنه المردود بتاعها على الخدمات اللي الناس بتحتاجها من الحكومة له تأثير مهول. أنت حضرتك لما تسألي أي مواطن أنت بتشتكي من إيه، هتبقى الشكوى من الخدمات اللي بتقدم. المردود الاقتصادي بقى لده مردود مهول طبعا. أنا يعني هكلم حضرتك عن الوقت اللي هنوفره والوقود اللي احنا بنحرقه علشان نعمل الخدمة، عشان اوصل للخدمة بالزبط. انا ضيعت وقت من شغلي قد ايه ومشيت في الشوارع وتسببت في زحمة وكثافة في المرور في الشوارع عشان اروح اعمل الخدمة اللي انا عايزها. لو اتكلمنا عن الاثنين دول بس، وحالة الرضا العام دي في حد ذاتها، وحالة يعني الرضا العام للمواطن عن الاداء الحكومي، دي نمرة واحد. اما بالنسبة للمجال عندنا او للصناعة للاي تي اندستري يعني والتلكو، انا زي ما بقول لحضرتك احنا كمصريين موهوبين وعندنا مهارات والعالم كله بيستفيد منها. الكواليتي والتالنت بتاعه المهندس المصري او الشاب المصري اللي بيعمل في المجال ده على اعلى مستوى، واتمنى انها تفضل مكمله كده، واتمنى ان احنا نقدر ننمي ونخلق فرص عمل زياده في السوق المصري للمهندسين المصريين، وتبقى عندنا شركات زي الشركات العالميه تبقى كل شركات مصريه. اخيرا باشمهندس باسل، احنا في اخر كل لقاء بنلعب لعبه كده مع ضيوفنا، التداعي الحر، يعني انه التداعي الحر بنسال حضرتك، بنقول لحضرتك كلمات وقول لنا واقع الكلمه دي عليك في كلمه واحده. النجاح مجهود وتوفيق من ربنا. المعلومه هي العملة الجديدة للعصر الحديث. الفرصة لازم تنتهزها لما تجيلك.
ما تضيعهاش. الفريق اهم حاجه في العمل، انه يبقى روح الفريق موجود، وانه التعاون يبقى تام بين الفريق وبين بعض. الممكن الممكن انت اللي بتحدده بقدراتك، يعني مفيش حدود للي انت تقدر تفكر فيه وتتعامل معاه. كل ما ترفع سقف الممكن ده بتاعك انت، مش بتاع اللي حواليك. انا بشكرك جدا. انا اللي متشكر ليك يا فندم. انا اللي متشكر ليك. استمتعنا باللقاء ده. انا اكتر متشكر جدا، وبرجو ان انا اكون كنت ضيف خفيف على الساده المشاهدين. بشكرك. ميرسي يا فندم. البرمجة مهنة زي كل مهنة حواليها مجموعة من الحاجات اللي احنا معتقدين انها حقيقية، كذبات احنا بنتخيل انها حصل. زي مثلا انك تقول للمبرمج انت مبرمج، يعني لازم تكون لابس نظارة. هي الصورة الذهنية عند الشخص اللي بيهتم بالكمبيوتر او بيشتغل كمبيوتر انه لابس نظارة تخينة كده، يعني لازم تكون نظارة من القدام دول، وانه مرتبك، وانه مش مرتب هدومه. هي صورة ذهنية اترسمت معرفش منين، من الأفلام، بس احنا مزودينها شوية. كذبة مثلا اننا نعتقد ان المبرمج لازم يفهم في تصليح الأجهزة الكهربائية. معرفش ايه علاقة ده وده. يعني المبرمج ده بيعمل حاجة مهمة قوي، حاجة يعني عارفين فيلم ياباني أصلي، لما كانوا هما بيعتقدوا بما انهم يابانيين هما بيعرفوا يعملوا الحكاية دي. المبرمج مش مريض بالكمبيوتر ولا حاجة. دايما بيتصدر عن المبرمج فكرة انك مريض بالأجهزة. يمكن في بعض الناس كده، واحد او اتنين، لكن في العادي الناس دي عادي، ناس طبيعية زينا، بيحبوا الكورة وبيخرجوا عادي زينا، عادي. برضو من ضمن الأساطير انه ملوش أصحاب يا حرام، وانه عايش طول حياته كده وسط أكواد، وانه أكيد قطه مليانة أجهزة وشاشات، حاجة كده من وحي أفلام الخيال الأمريكاني. في أسطورة برضو بتقول إن معاهم فلوس كتير، ودي بقى صورة ذهنية. أنا عارفة إنه كتير من المبرمجين في مصر اشتكولي منها، لكن المبرمجين دايماً يقول لك إحنا غلابة. أسطورة بتقول إن الشغل سهل، يا عم ده قاعد على الكمبيوتر وقاعد في بيتهم غالباً. دي من أصعب الكلمات اللي بيسمعها المبرمج غالباً. يعني شغل البرامج اللي ما فيهوش حركة ده، واللي أنت بتعمله وأنت قاعد، مهلك جداً نفسياً وبدنياً كمان. المبرمج أحياناً يقول لك ده عيب استخدام، كلمة هيقولها لما العميل يرجع له بغلطة في السيستم مثلاً، فيرجع يقول له ده عيب مستخدم، أكيد حد عمل حاجة. هو طبعاً يعني حد عمل حاجة، يعني معلوماتنا إن إحنا بناخد السيستم نستخدمه، لكن الجملة دي بتسمعها كتير. في ناس بقى بتستهين بتعب الآخرين، فيقولوا للمبرمج كده كل اللي بتعمله موجود على النت، وكأنها يعني وصفة طريقة عمل الشوربة. اوعى تقول لحد بيتعب في شغله وعلم بيتعلمه انك تقول له كل اللي بتعمله ده موجود على النت. طبعا الاسطوره الشهيره، احنا اتفقنا مبرمج يعني بيته كله الكتروني، هو بيكلم الباب يتفتح وبيكلم الغساله تشتغل وكل حاجه ماشيه كده. الحقيقه انهم ناس مش كائنات فضائيه، عايشين في بيوت، واختياراتهم ممكن تكون اذكى طبعا، لكن عايشين في بيوت طبيعيه زينا. الاسطوره العشرة انه هيسلم في ميعاد البلان. تسليم في الميعاد اللي بيتمضي عليه في العقد ده مخاطرة غالباً غير محسومة وغير محسوبة في معظم الوقت. في العادي ربنا يسهله ويسهل لك، لكن هو لو كل الأمور مشيت كويسة يا رب تستلم في الميعاد. لحظات ونرجع نتكلم عن تحديات مهنة المبرمج. زي كل مهنة حواليها مجموعة من الحاجات اللي احنا مش واقعيين او اللي ما كناش عارفينها بدقة، لكن كمان في تحديات احنا ما نعرفش عنها حاجة. من اولها مثلا التعلم. المبرمج المفروض انه ما يشبعش علم. مهندس البرمجيات الشاطر غالبا بيبقى شخص تكوينه مبني انه عنده نهم للتعلم، لانه طبعا المجال كل دقيقة في حاجة جديدة، وكل يوم في تكنولوجي جديدة بتطلع او فريم ورك جديد بحسب المصطلحات اللي بيستخدموها المبرمجين. هو غالباً محتاج يعرف أكتر عن اللي ما يعرفوش. التحدي التاني كلمتين هو ما يحبش يشوفهم أبداً، bugs أو build error. ونظراً لأنها حاجة إحنا مثلاً مش فاهمينها، هو الكلمتين دول بيخلوه ممكن يبتدي الشغل بتاعه تاني
from scratch أو من الأول، حتى لو بيبتدي اختراع أو حاجة اتعملت مرات كتير قبل كده. مهندس البرمجيات في الأغلب لازم يستعين بتقنيات تانية. التحدي الثالث هو الصراع مع الزمن، دايماً عنده وقت لتسليم البروجكت أو الكود اللي بيشتغل عليه، وفي الغالب الوقت بيكون عامل ضده مش معاه. واحدة من أكبر التحديات كمان إنه لازم يفهم في مرحلة ما إنه مش قادر يعمل كل حاجة لوحده، وإنه محتاج يتواصل مع فريق العمل بشكل مستمر وفي أدق التفاصيل، خصوصاً بقى لو عنده أزمة وقت. على طول بقى الصراع عند المبرمج من بين إنه يعمل الحاجة كلها بنفسه عشان يخلص، ولا يعمل الصح ويتواصل مع زمايله في كل التفاصيل. تحدي ضاغط جداً اسمه الوقت. التحدي الرابع هو القصة الطويلة من آلام الظهر والنظر، في تفاصيل كده جسدية لأنك تكون بتشتغل ساعات طويلة، وهو واحد من الناس اللي ممكن يقعد لمدة يوم كامل أو يومين بلا انقطاع على مشروع واحد ولازم يخلصه. فبالتالي يعني غالباً صديقك القريب منك اللي عنده 30 سنة ولا في أوائل الثلاثينات هتلاقيه أداؤه كده الجسماني معدي 60 بشوية، العضلات بتفك والنفس بيروح وفي حاجات كده بتحصل. زي ما قلنا أن واحدة من الكذبات اللي احنا متخيلينها هي الفلوس، تحديات برضو فيها الفلوس. الفلوس هنا مش تحدي بالنسبة له أنه بس يكسب كويس، لا، الموضوع أكبر بكده بكتير. تحدي في قصة الفلوس اللي أصلاً هو محتاجها عشان يشتري حاجات تخص شغله، لابتوب جديد مثلاً أو كورس جديد أو حاجة مهمة ممكن يحضرها مع شركة كبيرة، أو حتى أنه يشوف أكواد لشركات تانية، تعاون مثلاً عشان البيج ديتا، تفاصيل كده كتيرة تخصهم محتاجة فلوس كتير. تحدي السادس هو الحياة الاجتماعية. حياته الاجتماعية كويسة، مش احنا اتفقنا انه بني ادم طبيعي مش كده؟ كويسة، مش دايما متأثرة بشغله يعني، لكن كمان شغله في الأغلب مواعيده مش زي باقي الناس. يعني لو عنده كود لازم يخلص في 5 أيام، هو مطالب انه في ال5 أيام دول هينسى حاجات كتير قوي عشان يخلص الكود اللي عنده. حياته عبارة عن شنطة فيها اللابتوب على طول ورا ظهره، ودي الصورة الذهنية اللي يمكن هم وافقون انها صح عن حياته. التحدي السابع الماجستير والدكتوراه. لو واحد من الناس اللي قرر انه يكمل في السلك الاكاديمي في البرمجه، فلازم تعرف انك هتتابع العالم كله، لانه ببساطه ما ينفعش تعمل حاجه قديمه، وحرفيا كل دقيقه في جديد. واحده كمان من تحدياته هي السينما والخيال اللي اتعرض عن مهنه البرمجيات في السينما. كل الافلام اللي اتكلمت عن التكنولوجي بشكل خارق للطبيعه خلتنا نفتكر ان كل الناس اللي بتشتغل في البرمجه عندهم قدرات خارقة للطبيعة. ممكن صاحبك يطلب منك أنك تخترق كاميرات المراقبة، أو توقف مصنع شغال، أو توقف كهرباء الشارع، ما أنت حاجة في منتهى السوبرمان اللي مطلوب منك من كل دايرة معرفك. التحدي التاسع تحدي إثبات أنك مش صاحب السايبر. تحدي قوي جداً كمبرمج أنك تثبت للناس أنه أنت مش زي الشخص اللي بينزل يدور السايبر، أو إنك مش أنت المسؤول عن الويندوز بتاعهم، ملوش أي علاقة بشغلك ولا تعليمك ولا الأكواد الكتير اللي أنت بتشتغل عليها، أنت أكبر من كده بكتير، تشرح لمين بقى؟ التحدي العاشر، تحدي غريب شوية بس هو مطلوب منه إنه يتخلى عن اللوجيك. المبرمج كل دماغه بتشتغل بشكل إنه يعمل لوجيك، إنه يحل مشاكل. ففكرة اللوجيك أو المنطق هي بتدور في ذهنه طول اليوم، فكل حاجة بيحاول يحط لها منطق، حاجة مرهقة قوي. لما بيزهق من البرمجة ويعيش كده زي الناس العاديين بيحاول يحط لوجيك لكل حاجة عادية، وانتوا عارفين طبعا الواقع مفهوش أي منطق، فبيتعب طول الوقت. كل التحية لكل المبرمجين اللي نعرفهم اللي حقيقي بيعملوا شغل عالي. المهندس سمير موسى، ماجستير تكنولوجيا الاتصالات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خبرة تصل ل 22 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الاتصالات. المدير الإقليمي لشركة أمادوكس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عضو مجلس إدارة وشريك مساهم لعدة شركات في مجال البرمجيات، مستشار تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بمجموعة سياتل للمشروعات. سمير اهلا بيك، نورتنا. اتفضل يا مرحب في شغل عالي. ميرسي، شكرا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك.
عايزة ابتدي معاك من الآخر. فين وصلنا في عالم البرمجة؟ وفين الفرص الكتير المتاحة لأي حد لسه بيبتدي مش بس الكارير لكن كمان بيبتدي اختيار مجال الدراسة؟ طيب، هو وقت ما أنا بدأت أشتغل في المجال ده كان علوم البرمجة هي جزء من بناء المستقبل، لكن حاليا هي بقت بناء المستقبل كله. يعني لما نلاقي شركة بحجم فيسبوك النهاردة الدايركشن بتاعها أنها تخلق حاجة اسمها الميتافيرس اللي هو العالم الافتراضي. العالم الافتراضي ده مبني على مجموعة من البرامج، المجموعة من الأشخاص مبرمجين بيخلقوا عالم افتراضي بالكامل بكل المكونات بتاعته موجود، بحيث الناس تقدر تتفاعل وتتعامل مع بعض، ويبقى عليه أنشطة ويبقى عليه فعاليات ويبقى عليه أعمال. بالنسبة لكم انتوا كمبرمجين دي مش حاجة مخيفة؟ احنا بالنسبة لنا لسه حاجة مخيفة. هي مش حاجة مخيفة، لكن هي بتثبت ان الكارير ده هو المستقبل. يعني اي حد بيشتغل في المجال ده بيشوف ان هو وقت ما خد القرار ان يدخل الطريق ده كان بياخد الطريق اللي هيوصله ان هو النهارده يتحكم في مصير كل البشر الموجودين على الكوكب. لان احنا بنتكلم مفيش النهارده، شفت مرعبة يا مرعبة. طبعا لكن مفيش حاجة في حياتنا البرمجة ما بتدخلش فيها. التليفون اللي في ايدينا هو عبارة عن سوفت وير او برمجة. كل الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا، العربية اللي بنركبها، الأماكن اللي موجود فيها، النهاردة بقى في حاجة اسمها سمارت هومز، بقدر أتحكم في كل الأجهزة الموجودة في بيتي عن طريق سوفت وير، فبقت موجودة في كل جزء من الحياة، فبالتالي ما بقتش أقدر أفصلها عن حياة الإنسان. حتى المصانع اللي بيتحكم في المكنة النهاردة برامج مش أشخاص. وحتى المهن التقليدية، وده حقيقي إحنا بقالنا كتير في البرنامج بنحاول نقنع الناس بيه، إذا لم تتصالح مع الحلول التكنولوجية الجديدة مزبوط. هتروح فين؟ للأسف إن هو ما حدش هيقدر يسيرفايف بدون التكنولوجيا. مفيش أي مهنة هتقدر تكمل بدون المكون التكنولوجي اللي موجود فيها، بدون ما يكون في مبرمج عارف إن هو يشتغل، سواء كانت المهنة دي حسابات، سواء كانت صناعة، سواء كانت تجارة، سواء كانت نقل، سواء كانت سفر، كل مجالات الحياة النهاردة معتمدة على التكنولوجيا. أنا مشغولة أسألك بمساهمة التكنولوجيا كمان في الاقتصاد، لأن دورك القيادي والإداري ممكن يكون تساعدنا نشوف الموضوع من زاوية تانية، مش بس كفرصة عمل لشباب لكن كمان كشير أو مشاركة في الاقتصاد المصري. إلى أي مدى إذا نهضنا بالقطاع ده جزء مهم ممكن يفرق في الاقتصاد؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هو جزء مهم جدا في تطور أي اقتصاد في العالم. لما نبص على أكبر اقتصادات موجودة في العالم زي الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الصيني، جزء كبير من الاقتصاد ده مبني على التكنولوجيا. عندنا شركات من أكبر شركات من حيث حجم الأعمال والقيمة الشرائية هي شركات زي أبل وجوجل، الشركات الموجودة في السوق الأمريكي. الشركات الصينية اللي موجودة اللي بتتحكم في صناعة الرقائق والتشيبس، النهاردة بقى المكون ده أساسي في كل جزء من الحياة. فلما حصلت الأزمة دي فوجئنا أن عندنا تأثير على صناعة السيارات، فوجئنا عندنا تأثير على كل الصناعات اللي نقدر بنحتاجها في حياتنا مرتبطة بالتكنولوجيا. بس أنا شايف أن الدولة هنا واخدة توجه أنها تنمي الاتجاه ده وتزوده، لأن مصر قطعت شوط أوريدي. يعني إحنا عندنا كتير من القيادات المصرية موجودة في شركات عالمية واخدة مناصب كبيرة. حضرتك واحد منهم، ربنا يخليك. لان احنا ابتدينا في المجال ده بدري، لكن ما ينقصنا هو السكيل. السكيل ان احنا نخرج من مجال مجموعه من الافراد بتشتغل في المجال التكنولوجي ده او بتتميز فيه او بيجتهدوا كمان بشكل فردي او بيجتهدوا بشكل فردي زي ما حضرتك قلتي، ان احنا يبقى دي صناعه وننميها ويبتدي في دعم للصناعه دي، زي ما مثلا الصين عملت والنهارده اصبحت تتحكم في جزء كبير من اقتصاد العالم نتيجة المقدرة التكنولوجية اللي موجودة عندها. بمعنى صناعة الأدوات التكنولوجية ولا صناعة الأشخاص؟ الأشخاص، أنا أقصد صناعة الأشخاص. إزاي؟ أحكي لي. يعني مثلا النهاردة معروف أن على مستوى العالم أكبر دولة من حيث عدد المبرمجين هي الهند. الهند؟ ما هياش أمريكا ولا الصين. والحاجة اللي بتخليني غير أن هم ما بيسيبوش البلد. بالضبط. وهقول لحضرتك، لما بيسيبوا البلد ويروحوا على مناصب كبيرة جدا زي السي او بتاع جوجل مثلا اللي هو أصلا من الهند. احنا كشركة عندنا النهاردة نص القوة بتاعتنا، نص قوة العمالة اللي موجودة في الشركة في الهند. ياه. 50% بيشتغلوا ريموت. مبرمجين مش لازم يجيلك ولا يبقى في المكتب ولا محتاج ان هو يكون في المكتب ولا محتاج ان هو يكون في عدد معين من الساعات اللي بيشتغلها.
هو في الاخر بيتحاسب على الاوتبوت. اه طبعا مهندس سمير دلوقتي لو حكى لنا عن بيئه العمل، ودي حاجه بالمناسبه ملفتة جدا للنظر، بيئة العمل في الشركات البرمجيات والإنترنت كل الأشياء مزبوط. حلوة قوي، فاحكي لي انتوا عندكم ايه المميز، بتعملوا ايه؟ طبعا الشركات اللي بتشتغل في المجال ده بتهيئ مجال عمل معين، لان المبرمج ده بيقضي عدد ساعات كبير قوي قدام شاشة الكمبيوتر، فبالتالي لازم في جزء من اليوم بيفصل فيه عن الشغل اللي هو بيعمله ده، بيعمل اي اكتيفيتي فيزيكال زي ما يكون بنشوف مثلا ترابيزات البينج بونج والفيديو جيمز او الالعاب دي، بحيث ان هو يخرج بره ينفصل عن الجوب دي لمده نص ساعه او ساعه، الشغل العميق اللي هو بيعمل وقت اللانش بريك مثلا بتاعته، ويقدر يرجع يكمل شغله تاني. لان يعني الفترات الطويله الانسان بيقعدها قدام شاشه الكمبيوتر طبعا بتاثر على وظائف الجسم كلها، فبالتالي الشركات دي بتحاول تهيئ مناخ علشان تشجع الناس انها تشتغل عدد ساعات اكتر. وده معناه ان هو لما بيشتغل عدد الساعات بيشتغلها بعمق وبانتاجيه. طبعا، لان هو في الاخر هو المبرمج بيتحاسب على انتاجه مش على عدد الساعات اللي بيشتغلها. احكي لي عن الانليميتد فيكيشن او الاجازات المفتوحه عندكم. احنا واحده من الشركات يمكن الاوائل في العالم اللي عملنا الكونسبت ده، وابتدى يتطبق في مجموعه من البلاد انكلودنج امريكا والهند كمان، وحاليا في دوله الامارات. احنا بنعمله بس بطريقتنا. ان احنا مش بنحدد للموظف عدد ايام معين من الاجازه طبقا لقانون العمل اللي في اي دوله، لا احنا قلنا ان احنا بندي الموظف انليميتد فيكيشن. انليميتد بمعنى هو يقدر ياخد الفيكيشن اللي هو عايزها، او يقدر ياخد الاجازه اللي هو عايزها، طالما الانتاج بتاعه لم يتاثر ومربوط بالكي بي ايز اللي هو محطوطه له، او معدلات الانتاج اللي هو بيتحاسب عليها اخر او مؤشرات قياس الاداء كمان هو بيبقى المانجر بتاعه هو اللي يقدر يقيم اذا كان الاجازه دي في وقت مناسب او وقت مش مناسب. وعايز اقول لحضرتك لما ابتدينا نطبق البروجرام ده لقينا ان عدد الاجازات اللي بياخدها الموظفين قلت مش زادت. كل متاح الواحد بالظبط زي ما بنقول الممنوع مرغوب، فانا لما بقول للموظف انت والله ليك 20 يوم او 30 يوم في السنه، هو عايز ياخد الايام دي لانها هتروح او مش هيقدر يستخدمها. بالظبط، في حين ان هو لما بقول له والله انت مفتوح لك انك تقدر تستخدم عدد الايام زي ما انت عايز طالما انت بتديني الانتاج اللي انا عايزه. فين الفرص انه مبرمج او شاب يفضل جوه بلده ويقدر يشتغل على نفس المستوى اللي هو بيتمناه؟ لانه هم يعني معذورين اذا كان مغري جدا الاجور خارج مصر قدام تحديات كتير انه يفضل في بلده ويكمل شغل، ينفع نعمل ايه؟ هي المعادله لازم تكون موزونه زي ما حضرتك بتقولي. اولا انا شايف ان الدوله ابتدت الاتجاه الصح انها تعمل البنيه التحتيه للشركات دي، وده اول خطوه بنقول في انك تستابلش الصناعه بتاعه المبرمج، ان لازم تكون البنيه التحتيه موجوده بحيث ان المبرمج يقدر يشتغل من بيته او يقدر يشتغل من مكان العمل طالما في الاخر هيقدر يوصل الانتاج ده للشركه بتاعه. الجزء الثاني هو جزء ملوش علاقه بالدوله، جزء اكتر على القطاع الخاص. لما بنشوف بره في بلاد زي الهند بنشوف ان في شركات عدد العماله بتاعتها مثلا 10,000 او 15,000 مجرد مبرمج، وشغل الشركه دي مش ان هو يبيع منتجات لنفسه، هو بينتج برمجيات لصالح شركات تانية. نفس الكلام موجود في الصين، ان هو بينتج برامج معينه لصالح شركات امريكيه. يمكن كلنا عارفين ان اجزاء كتير من الحاجات زي اجهزه التليفون المحمول اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلها مصنوعه في الصين، هي مصنوعه في الصين لصالح شركات امريكيه، والبرامج اللي محطوطه عليها محطوطه لصالح شركات تانية. فانا بخلق مجال او بعمل ايكو سيستم زي ما بنقول، ان الشخص ده بياخد تعليم معين بيدرس البرمجه دي، وبيبقى شايف ان ده مجال هو هيكمل فيه مستقبله. وكل ما بيتقن العمل ده كل ما القيمه بتاعته والقيمه السوقيه للشخص ده بتعلى، لدرجه ان احنا عندنا زي ترم كده بنقول عليه اللي هو المانداي برايس، اللي هو سعر يوم الشغل للمبرمج. وسعر يوم الشغل ده بيختلف على عدد سنين الخبره، على الكفاءه، على عدد لغات البرمجه اللي هو بيعرفها، قدرته على انتاج برامج معقده باشكال معينه، وكل ما بتزيد الخبره كل ما بيزيد الثمن ده. يعني اذا كنا بنتكلم عن وظائف المستقبل فالبرمجه رقم كام في وظائف المستقبل؟ انا من وجهه نظري هي يعني يمكن رقم واحد، تشارك البايوكيمستري، يعني هم دول الحاجتين اللي انا شايف ان هم هيكونوا المستقبل. كلنا لما حصلت ظروف بتاعه فيروس كورونا والجائحه ابتدينا ننتبه للجزء بتاع اهميه العلم شوية. اهميه العلم. وعلى فكره جزء كبير من الابحاث اللي طورت اللقاحات كانت مبنيه على برامج، فهم احتاجوا مبرمجين برضو
عشان نقدر نوصل للتركيبة بتاعة الفيروس ده ونخلق اللقاح بشكل أسرع من المعتاد. بنسمع مصطلح تطوير البرمجيات، البرمجة في حد ذاتها بالنسبة لنا حاجة جديدة، يعني إيه تطوير البرمجيات؟ تطوير البرمجيات إن أنا أخد البرنامج بتاع السوفت وير ده لليفل تاني. إحنا النهاردة كل البرامج أو كل أغلبية البرمجيات اللي موجودة بتبقى معمولة إنها تخدم برودكت معين أو خدمة معينة، وبتبقى معمولة بناء على لغة واحدة من لغات البرمجة. اللي ابتدينا نشوفه في الخمس سنين اللي فاتوا إن إحنا ابتدينا نستخدم حاجة اسمها الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. إن أنا بيبقى قدامي كمبيوتر بقدرة عالية جدا من البيانات، ببتدي أغذيه بالبيانات دي، وكل ما بدي الجهاز ده بيانات أكتر كل ما ابتدي أطور من البرامج اللي أنا حاططها وأخدها إلى بعد تاني. كمان حاجة مرعبة. لسه مصرة كده. لكن إذا كانت البرمجة هي نص الحاضر، ثلاثة أرباع الحاضر، وكل المستقبل تقريباً، إيه مستقبل المستقبل؟ مستقبل البرمجة؟ مستقبل البرمجة اللي ابتدينا نشوف النهاردة برضو مجموعة من الشركات ابتدت تتفكر تستخدم البرمجة دي عشان تغزو الفضاء، عشان تخرج برا مجال الكرة الأرضية. ويعني زي شركة مثلا زي سبيس اكس بتاعت الملياردير إيلون ماسك اللي ناس كتير ابتدى النهاردة واحدة من الأفكار اللي بيعملها، بخلاف طبعا سفن الفضاء اللي هو بيصرف عليها التكاليف دي، بيعمل حاجة اسمها سبيس بيلت أو الحزام الفضائي. سبيس بيلت ده عبارة عن مجموعة من الأقمار الصناعية موجودة حوالين الكرة الأرضية، مش بالتكلفة العادية، بتكلفة أقل بكتير من اللي بتستخدم في الأقمار الصناعية، مربوطة ببعض بشبكة سوفت وير أو بمجموعة من البرامج، وهدف الشبكات دي إنها توفر إنترنت بتكلفة قليلة زي الشبكات الأرضية لكن عن طريق الأقمار دي. ودي واحدة من الحاجات اللي بيستخدمها الشعب الأوكراني النهاردة علشان يتواصلوا مع بعض في حالة وجود انقطاع الإنترنت نتيجة أن الشبكات الأرضية مش موجود. يعني ده موجود موجود وبيتم تفعيله في بعض المناطق، مش موجود بشكل كامل على مستوى الكرة الأرضية، وكمان حتى الآن ملوش تنظيم. لأن أي إنشاء لمنظومة معينة بيحتاج قواعد منظمة علشان ما تخرجش عن الحدود الطبيعية اللي بتأثر على حياة الناس، فلغاية النهاردة ملوش تنظيم معين، لكن طبعا نتيجة إن هو يعني لكن هيحصل يعني أكيد وارد إنه يحصل، ما فيش إمكانية إن إحنا نمنع التطور التكنولوجي. السؤال اللي نفسي أسأله لك بقى من بداية كلامنا، إمتى نشوف في مصر الكيانات البرمجية الاقتصادية العملاقة؟ يعني أنت كلمتنا قد ايه انه في فرص كتيره للافراد، للدوله انها تدعم الافراد، الكيانات العملاقه دي ممكن تيجي مصر او تنشا في مصر وتكبر في مصر؟ الكيانات الكبيره عندها الرغبه انها تيجي مصر، واكبر الشركات الموجوده في العالم يمكن بتشتغل وعندها فروع موجوده جوه مصر، لكن ما بتكبرش بنفس السكيل اللي موجود زي البلاد اللي موجوده في الهند. المعوقات اللي قدامها بتبقى معوقات من نوعين، معوق يعود للتنظيم أو للإجراءات أو للقوانين، وده برضو بيتم التوجه فيه إن هو يتم تعديله. المعوق التاني هو الأشخاص. يعني للأسف إحنا عندنا يعني عادة أو توجه كأشخاص إن مجرد أنا ما حسيت إن أنا بقيت متميز في حاجة خلاص عايز أطلع للليفل التاني وأبقى مدير وأبطل الشغل اللي أنا بعمله. للأسف إن ده عيب فينا كلنا. لكن كلنا عايزين نبقى مديرين بالضبط، لكن المبرمج اللي موجود في الهند أو في الصين مش حلمه أنه يبقى مدير، حلمه أنه يعمل أعقد برنامج في العالم فيعلي قيمته، فالشركات دي هي اللي تجيله مش هو اللي يطلب أنه يكون مدير. أنت فاجئتني. يعني حتى المهن التقنية جدا عالية الكفاءة لسه برضو بنفكر في الكادر الإداري للأسف، لأن يعني يمكن تربينا على كده أو تربينا أن احنا نشوف الـ يعني الاستراكشر ده أو الترتيب الوظيفي ده، في حين أن هم مثلا في الصين الناس عمرها ما بتفكر في ده. نتمنى أن احنا نغير من مشاكلنا وعاداتنا. أنت قلت لنا حاجتين كبار، لكن بشكرك شكرا جزيلا مهندس سمير موسى، نورتنا وشكرا طبعا. لأنك حقيقي من الناس المصادر الإلهام بالنسبة لي أنا كمان شخصيا، وأنك بتعمل شغل عالي. مرسي خالص. شكرا. Thank you. عن البرمجة والمبرمجين، العالم الغريب بالنسبة لبعضنا لكنه هو نص الحاضر وكل المستقبل بالنسبة لطبقة وفئة أوسع كتير من الناس. خليك فاكر أنه دايما الصنعة الحلوة دايما بنقول عليها شغل عالي.